موعدنا الليلة مع الدكتور عصام ستان، باحث عميق في له عالم مختلف، عالمه في دنيا التراث، عالمه في التاريخ، عالمه في أصل الكلمات. حين نصحب الدكتور غسان سلامة فإننا نبعد كثيرا عن دنيانا ونتعمق في داخل التاريخ بكل ما يحتويه من تراث ومن أحداث ومن قصص ومن روايات يؤصلها بإحساس الباحث المتعمق. محاضرة الليلة عن الأحجار لها تاريخ، والأحجار عدة. هناك أحجار لها شكل ديني، وهناك أحجار لها شكل تاريخي تراثي، وهناك أحجار لها قيمة مادية. الأحجار تختلف وتتنوع وتتعدد. يصحبنا الدكتور غسان سلامة لكي نلقي معه نظرة فاحصة على معادن هذه الأحجار. ما قاله الحسن البصري المتوفي 610 هجرية أن العلم في الصغر كالنحت على الحجر. كذلك قال ميخائيل أنجلو بعد أن انتهى من نحت تمثال سيدنا موسى، نظر إلى التمثال وقد أعجبه كثيرا فقال: انطق أيها الحجر. الحقيقة الحجر ينطق، والحجر هو المادة الأساسية في الحياة مثل الماء، لأنه استخدامه عبر التاريخ كان وما يزال حجر أساس في حضارتنا وفي ثقافتنا. الأحجار لو عدنا للقاموس، الحجر هو كسرة من الصخر أو صخور صلبة مكونة من تجمع كسارة. إذن الحجر والصخر شيء واحد، جزء من أصل. فأطلق في العصور التاريخية القديمة ما قبل التاريخ، أطلق عليها اسم العصور الحجرية. سميت العصور الحجرية بسبب أن الإنسان استخدم الحجر في صنع آلاته وأدواته، سواء كانت أدوات يومية أو أدوات صيد أو وسائل دفاع أو قتال. العصور الحجرية قديمة جدا، تمتد نحو مليونين سنة. المليونين سنة مقسمة إلى عصور حجرية مبكرة، عصور متوسطة، حديثة، حديثة برونزية إلى آخره. الجامع لها هو أنها عصور حجرية. صحيح أن سموا العصور الحجرية لسبب استخدام الأدوات، استخدام الحجر في الأدوات، لكن الحقيقة هو كان الحجر أساس هؤلاء الناس. في مطلع البشرية، إنساننا الحالي يعني الحديث والنيندرتال ما قبله، كان هذا الإنسان يعيش في البداية على رؤوس الأشجار، كان يعتمد على جمع الغذاء والصيد. بقيت هذه فترة طويلة إلى أن انتقل مع تقدمه من رؤوس الأشجار إلى السكنة في الكهوف. سكنة الكهوف كانت هي الأساس في بدء معرفتنا عن تاريخ الإنسان القديم، بسبب وضع بصماته على هذه الكهوف. هذه البصمات جاءت بتصويرات، هذه اللوحات التي سميت رسوم الكهوف أعطتنا فكرة كبيرة وشاسعة عن الإنسان في ذلك الوقت. تلك الصور لها معاني كثيرة، استخدمها الإنسان القديم داخل الكهوف. كان الإنسان القديم يعيش في بداية الكهف، يخشى أن يدخل
الى داخل الكهف بسبب ما في اناره، ما في نار لم تكتشف فيما سبق. رغم ذلك كيف لا نعلم ان لوحات الكهوف رسمت في مناطق عميقه من الكهف وفي مناطق صعب الوصول لها؟ ربما هذا ما ساعد بحفظ كثير من هذه اللوحات. هذه اللوحات أعطت فكرة عظيمة، وأعطت فكرة لدرجة أصبح العلماء يعرفوا الذي رسم هذه الرسومات هل هو يستخدم اليد اليمنى أم اليد اليسرى. وإضافة إلى ذلك، كما سنشاهد ببعض الصور حاليا، أن هناك كثير من التفاصيل. هذه التفاصيل، هذه الأدوات الحجرية الأقدم من الرسومات الكهوف، بينما عبر العصور اللاحقة أصبحت أكثر دقة وأكثر فاعلية. هذه بعض المساكن التي عاشها الإنسان القديم. هذه المساكن شيدت فيما بعد، ما قبلها كانت الكهوف، لكن إلى الآن هذه المساكن ما تزال تستعمل وتسكن، خصوصا في تركيا. وهذه المساكن كابادوكيا. فهذه المساكن حولت فيما بعد إلى نسك دينية، فنجد كثير من المناطق الجبلية الوعرة هناك كنائس، أو خصوص الكنائس يقصدها الناس إلى هناك، مثل كنائس جبال سيناء، مثل جبال قلمون في سوريا إلى آخره. كذلك هنا في بريطانيا المناطق الجبلية لها ربط مع السماء ومع الأمور الدينية. ولا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء قبل البعثة النبوية. هناك شيء آخر على رسوم الكهوف، تلك الأيادي المرسومة. هذه الأيادي حيرت العلماء ماذا يمكن تفسيرها. بعضهم قالوا مجرد تزيين، بعضهم قالوا يعني أخذوها فار أواي، أن الإنسان لما بصير سواء ذكر أو أنثى بالغ يحط إصبعته هنا يده. ما هذا التفسير لا أعلم، لكن أنا شخصي أرى أن هناك لونين إذا ملاحظين، لون غامق للأيدي ولون فاتح. هذا اللون الغامق والفاتح ترى هل يعني الفرق بين الذكر والأنثى؟ الكهف عادة يسكن عائلة صغيرة مؤلفة من حتى 10 أشخاص. هل يا ترى دون يمثل من يسكن الكهف؟ ربما على هذه الفكرة أقل أقرب من أن نقول أنه البالغ يضع يده لأسباب ذلك. فلو كان هذا صحيح فكان هذه أول سند تمليك في العالم. هذه الأيدي تعود إلى 200,000 سنة قبل الميلاد، والمواد المستعملة مواد نباتية، مواد نباتية. وأحب أن أذكركم أن السجاد العجمي أعطى أهميته بسبب أن الخيوط تصبى بمواد نباتية، بينما الخيوط الأخرى المصبوغة بالمواد الكيماوية أقل دوامة وفاعلية. هذه بعض الرسوم من
الكهوف. رسوم الكهوف أعطتنا فكرة عن الحيوانات الموجودة في المنطقة. هذه أحدث، هذه حول 10,000 سنة قبل الميلاد، والسبب في ذلك أن نرى الإنسان إلى جانب الحيوان بسلام. هذا يعني أنه دجن الحيوان. رسوم الكهوف عمت معظم أنحاء العالم، لكنها بشكل أكبر في أوروبا. لا نستطيع الجزم هل هي أكثر في أوروبا أم لأن أوروبا بحثوا التاريخ وحفروا ونقبوا كثيرا، بينما في مناطقنا لا تزال كثير من المناطق بعيدة عن متناول رجال البحث والتوقيع. إضافة إلى ذلك، عنا نحن إنساننا للأسف مهمل، فأثر على كثير من هذه الرسومات بالكتابة فوقها وفي تشويهها، على الأخص في مناطق صحراوية في ليبيا والجزائر. الجزائر فيها رسوم كهوف تعود إلى 20,000 قبل الميلاد. هذه أيدي مرة أخرى. هذه رسوم تم أخذها من المناطق الوضع على حجر في متحف. هذه تعطي فكرة عن استخدام القوارب، فهو مبدئيا كان متعلق بالحيوانات والصيد، ثم طورت الأمور صار يرسم شيء من الحياة، الغزال وشخص، هاي مجموعة غزلان مع أيدي، هذه فرعونية. يعني مو سهل بقاء هذه الرسوم عشرات الألوف من السنين. في بريطانيا في عدة كهوف محدد عدد الناس اللي يدخلوا إليها بسبب محاولتهم منع دخول أنفاس جديدة وغازات جديدة تؤثر على الصبغة النباتية. هذا هي من صحراء الجزائر. إضافة إلى ذلك، تم استخدام الحجر بنحت في تلك العصور أشكال مثل هذه الأشكال. إلى الآن لا أحد يعرف ماذا يعني فيها. هل هي بداية رسوم؟ هل هي بداية كتابة؟ العظيم، وهذه انتشرت في كل أنحاء العالم، ليست محصورة في مكان ما. هذا دليل على أنه هنا نجد كأن هناك زريبة للحيوانات وهناك أشخاص حواليها. هذا واضح إنسان أفريقي، وعلى كل حال الإنسان انتشر من أفريقيا وانتقل في أنحاء العالم وحفظ بلونه الأسود إلى 8,000 قبل الميلاد. هذه لوحة غريبة. بتلاحظوا هناك جوقة موسيقية، أشكال أفريقية. القسم اليميني نساء، والسبب وجود صدر. إذا بتلاحظوا القسم اليساري رجال، كأن هذا مايسترو والتصفيق من هذه الجهة والتصفيق من هذه الجهة، الراقصين في المنتصف، ربما دون مغنيين.
العلماء احتاروا هل هي حفلة اجتماعية أم قضية دينية؟ في أي مكان؟ هاي بأوروبا، بإسبانيا. إسبانيا؟ إي، بس هاي تعود إلى 200 ألف. لكن أنا ملاحظ شيء محدد ما حدا انتبه له، إنه ما في أولاد. ما في إيه؟ أولاد. صغار. كلهم كبار. فلو كانت قضية اجتماعية كان معقول وجود الأولاد، إلا إذا بالليل ممنوع يخونه. أما قد يكون إذا كانت قضية دينية الأولاد ما بيحضروها ربما. في لوحة مثلها أفريقية، ما بعرف إذا بتطلع معي الإسلام، تشابه هذه الرقصة ولكنها حالية. دليل أن التراث القديم لا يموت، يبقى حتى الآن. كما نلاحظ من استخدام الأحجار كيف تطورت حتى هذا الزمن. أقدم الأحجار المعروفة تاريخيا في العصور التاريخية هي في مصر. أهرامات أبو الهول أصبح شعار لبتروسبورغ. طبعا ما بيخفى على حدا الأهرامات المصرية وهي كثيرة جدا منتشرة في معظم مناطق مصر، لكن إضافة إلى هناك أهرامات النوبة أو أهرامات السودان. أبو الهول لا يخفى على أحد، رأس أبو الهول، يعني جسم أبو الهول أحدث من رأسه، الرأس أقدم. لا، نفس التعريف، لكن الأنف كسر من قبل نابليون بونابرت. هذه الرواية يعني. وصفة بالمدفعية. حتى في المكسيك هناك أهرامات. أهرامات المكسيك تتميز بعدة ملاحظات، بعضها مثل هذا يمكن سكناه، وبعض الآخر للرصد الجوي أو هكذا يفسره بعض العلماء. لكن يا ترى هذه التشابه في البناء والأبعاد ما بين الشرق والغرب، ما بين أمريكا ومصر، هل هو تشابه صدفة أم هناك اتصال؟ لا بد أن هناك اتصال في ناحية ما. من النقاط الهامة بالأحجار هي ما يسمى بستونهنج. ستونهنج عبارة عن حلقة من الأحجار الضخمة يقال أنها لرصد الشمس. هذه النظام لم يكن موجود فقط في بريطانيا. الذين قاموا ببناء هذه الفخامة في البناء هم من المزارعين الأوائل. المزارعين الأوائل هم السوريين انتشروا حول العالم. نجد تلك الظاهرة في معظم أنحاء العالم، حتى في الولايات المتحدة كما ذكرت في كاليفورنيا، نجدها في أوروبا عامة. وأنا شخصي رصدت في منطقة دمشق في بسيني موقع لو ذهب أحدهم وأحصى الأحجار وطريقة توزيعها لوجد أنها مطابقة إلى هذه الصفة. أستراليا قام أحد الأثرياء ببناء واحدة صناعية، كما قامت جهة من الجهة العلمية بإقامة مماثل مطابق لهذه المنشأة لدراسة
الشمس وتأثيرها حول العام. في نيويورك الشارع 46 في يوم من الأيام معروف عنه يعطي نفس الاتجاه للشمس، نفس النظرة اللي كان القدماء يروها. الشيء المهم الثاني هو المسلات. المسلات المصرية بعتقد كثير ممكن شافها وشاف كيف تصنع. تصنع عن طريق إجراء قطع ووضع خشب بالقطع وإعطاء المياه، فالصقر بينكسر، ينكسر بيقطع القطعة المرادة عن القطعة الثانية. قد يكون وزن المسلة هي 50 طن، يعني ما هي قضية. ويجري بعدها حفرها، يتم نقلها غالبا عبر النيل. تعرف مصر هي تربتها هي طمي، لا يوجد حجارة، الحجارة بعيدة من سيناء ومن مناطق ثانية في شمال أفريقيا، فيتم النقل من مسافات أكثر من 100 كيلومتر لتصل للموقع يجري فيه البناء. المسلات يعني بارك الله بي أو رحم الله محمد علي باشا وأسرته، تبرعوا بالكثير منها إلى نيويورك وإلى فرنسا، باريس، الكونكورد وإلى إسطنبول. أما التماثيل فقد بدأت التماثيل بإعطاء شكل الإنسان بدون إعطاء تفاصيل، فكان العيون يعطى نقطة والفم نقطة بدون عمق وشكل جسم عادي، لكن تطور الموضوع بكثرة إلى أن صار هناك دقة عظيمة في التماثيل. أحب أن أطلعكم على هذا التمثال. هذا ليس تمثال، هذا رأس حقيقي لكن ألبس بالجبصين من جسر قديم، ومع الأيام أصبح بهذا الشكل. هذا موجود بتل أسود في منطقة دمشق، وتل أسود في ذاك الوقت كان هو دمشق قبل جفاف بحيرة العتيبة والأجالي، كانت هنيك المنطقة تل أسود وتل الرمان. ثم بعد جفاف البحيرة نسبيا انتقل إلى ضفة الجبل إلى دمشق الحالية. وهذا الرأس هو أقدم وجه شامي معروف. هذا يقع بين 7000 و 3650 سنة قبل الميلاد. البيوت القديمة في ما قبل التاريخ ليست بالبساطة التي نتصورها. فهذا أحد البيوت قديمة أو معابد. لاحظوا تزيينات الجدران، ولاحظوا رأس الثور البارز. بالمناسبة في مخططات المدن القديمة هناك أفرقة ما بين أبنية ومنازل الأغنياء ومنازل الفقراء، شيء ليس بجديد. شيء هام بالحجارة هو الإله الأم. الإله الأم عثروا على مئات الآلاف من تماثيل كبيرة وصغيرة بشكل متقارب، أطلق عليه اسم إله الأم، وهذا الشكل انتشر في كل أنحاء العالم، سواء في أوروبا أو آسيا أو حتى الشرق الأوسط. هناك أكثر من 1500 نوع من هذه النوع من التماثيل، و
كانوا هذا أساس تسمية الإلهات الشرقية والمصرية التي تكونت فيما بعد. هذا شكل الإلهي. إذا بتلاحظوا الجسامي فسرت على أنها تضخيم الثديين والبطن والجزء هو لإثبات الأمومة. هذه أيضا إلهة أم. الإله الأم قيل عنها أنها هذا ما ترمز إليه، ولكن لو قرنا زمن وجودهم بزمن تطور الإنسان سنجد أن هذه الأشكال هي أشكال زنجية، لأن الإنسان مثل ما قلنا انتقل حول العالم من أفريقيا فكان يحمل الصبغة الزنجية، لكنه بعد خسرانه اللون والشكل أصبح هناك أشكال متقاربة أكثر لأشكالنا الحالية مثل ما شفنا بالشكل هذا. وأفريقيا لها إله أم. لكن هذه نقلت مع ديانات الأفريقيين إلى الولايات المتحدة انتقال الزنوج إلى هناك، وما يزال حتى الآن هناك بعض الديانات التي تعتني وتعتقد بإله الأم. من أشهر مواقع الصخور هي الحيرة ومملكتها بترا. هناك صخور مشهورة عالميا منها قبة الصخرة، حجر باليرمو الموجود في إيطاليا، حجر الرشيد معروف أسطورة، مسلة الملك ميشاق. هذا حجر يسموه يزرائيل، وهناك خلاف بين العرب والإسرائيليين حول تفسير كلمة وردت فيه أن الملك الفرعون غلب قبائل منها قبائل يزرائيل، إن فسروها إسرائيل، لكن هناك نظريات أخرى تصير لا ليست هي. في نقش نمار مشهور هو شاهد القبر امرؤ القيس. الحجارة تمت عبادتها، وأكبر دليل على عبادتها نجد أنه في الهند حتى الآن يعبدوا الحجارة السود، ولديهم احتفالات ويجري غسيل الحجارة السود بمناطق مخصصة لها تعتبر مقدسة. من أشهر الحجارة السود هو حجر الكعبة المشرفة، حجر الكعبة نحن ما بنعبده لكن له قدسية كبيرة يعني. كمان من الأحجار المشهورة حجر أسود كان في معابد حمص، تم نقله من قبل الإمبراطور هيراكل السوري الحمصي إلى روما باحتفالات كبيرة، وأجبر الرومان على عبادته لأنه مقدس. نقش حمورابي يسمى شريعة حمورابي الطريف للحجارة هو علامات المرور. علامات المرور بلشت من الرومان، كانوا يضعوا على مفترق الطرق شارع مثل الآن المسافة والاتجاه، هي نماذج عنهم.
هي نماذج حديثة، هي أحد الطرق الرومانية والشعر من الحشا والأرض. بالنسبة للسقاية، احنا بنعرف السقاية سيدنا يوسف وسقاية البئر وقصة البئر، لكن فيما بعد في المناطق اللي فيها أنهار وجداول كانت السقاية لها أشكال جميلة. هذا أحد الأحجار السود التي يعبدها الهنود. هذه زقورات. الفكرة أن الحجار حتى الآن نجد على سبيل المثال تلمة، هناك حجارة صبية تسمى بينوس كوبنهاجن، ما بعرف إذا حدا شافها. في على سبيل المثال أيضا التماثيل التي قام فيها كبار الفنانين، هناك أيضا استخدام الحجارة حديثا في تشكيلات فنية، فالحجارة ما تزال أساس كبير في تراثنا وحضارتنا الإنسانية. السلام عليكم. الصور بالمتاحف اللي انت عرضتها، يعني في الزمن القديم او الاثريه، تبين انه الانسان يرسم مثل ما الان طالب صف الابتدائي الاول والثاني يرسم الحيوان. هل انه الانسان القديم قابليته ضعيفه على تصوير محيطه، مثلا شوف الحيوان مشوه راسه صغير مثلا جسمه كبير، انت طلعت مره واحده من الصور انه قلت هذه يمكن جوقه موسيقيه وهذه نساء وهذه رجال. اكو تفسير لهذه الاشياء، لانه حتى الان نشوف الرسومات الايطاليه يعني القرن السادس عشر او السابع عشر، الرسومات يعني دقة فيها دقيقة للإنسان. إذا أنت طلعت رسومات أو صور لليد دقيقة، هذه الدقة لا تناسب دقة الصور الأخرى اللي هي مثل الكتابة المسمارية أو يعني في شيء بدائي. النحاتين الحديثين يختاروا الحجارة كما يريدون. تعرف في حجر رملي، في حجر صغير، في الأساوي تختلف ما بين حجر وحجر. القدامى الحجر الموجود عندهم مهما كان نوعه. الشيء الآخر والمهم أن الصور التي رأيتها ليست بهذا الحجم الصغير، إن الحجر كبير جدا. فالبدائية الموجودة كيف يستطيع التحكم بهالمسافة الكبيرة ليحتفظ بتناسب الصورة؟ وهو عمل جبار الحقيقة إذا أخذنا مع التطورات الحديثة وكيف نحن ممكن نعمل. شيء آخر أن المنطقة التي يرسم فيها منطقة عاتمة وداخل الكهف ولا يوجد نار، فكيف استطاع أن يقوم بهذه الأعمال؟ شيء عظيم. كما أن الفن أو أي علم هو تطور، لا تستطيع أن تقول مثل الطفل لما يبلش يرسم ولو كان فنان يرسم بالسنة الثالثة والرابعة مثل ما يكون بالعشرين صار. الفنانين نفسهم أعمالهم الأولية تختلف عن أعمالهم النهائية. لعل هذه هي الأسباب. هذا لا يعني أنهم فنانين خارقين، هي بدائية، لكن
إذا أخذنا بعين الاعتبار النقاط هي سنجد أنها عمل عظيم. العمل العظيم باعتبار أنه يعني يدلينا على آخر ما كانوا يعملون، لكن تبقى السؤال أنه الضعف تصوير الإنسان القديم لواقع اللي هو لا يحتاج إلى ذكاء، اللي هو يرسم حيوان اللي هو عايش فيها عشرات السنين بس ما يحافظ على نسبة حجم الرأس ونسبة حجم الجسم. هذا السبب ما اختلاف بين إنساننا حاليا كان بدائي محمد، يعني شو ما وصفت تقدمه ما حيكون التقدم. أكبر دليل مثل ما قلت لك التماثيل الأولى اللي كانت عواض العين يضعوا نقطة. يعني أشبه بالرسم السريالي مثلا. إجي بيكاسو. 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 يعني أنا مالي من عشاق يعني رسم بيكاسو، لكن يمكن عندهم أوضح من بيكاسو حتى. هذه أطلالة طيبة. رائعة أطلالة كانت. سؤال أيضا تقريبا متعلق بسؤال الدكتور أبو أحمد. هل تاريخ يحكي لنا بأن هناك كان نوعين من الناس، قسم فنانين ماهرين بالرسم وقسم ناس بسطاء، هل التاريخ يميز بهذه الرسوم الموجودة في الكهوف؟ لا بد من ذلك، وأكبر دليل على ذلك قلت لكم أن هناك تمييز ما بين من يكتب ويرسم باليمين ومن يرسم في اليسار، فهناك تمييز. الإنسان لم يختلف، كما هنا الناس لهم اتجاه علمي، اتجاه رياضي، اتجاه ثقافي، نفس الوقت العقل نفسه طريقة ميكانيكية عمله نفسها. صحيح هو بدائي، لكن الميكانيكية بدائية بس نفسها. هل كانوا فنانين محترفين بذلك الوقت؟ هل التاريخ يذكرون بهذه الرسوم؟ رسومة طيبة جدا. تاريخ الكتابي حدث فيما بعد، فهو جديد من 3000 قبل الميلاد فما بعد. أما ما قبله لا يوجد من يذكره، لكن في مماثلة وتشابه والنظر إلى الاختلافات تجد أن هذه الرسمة أفضل من هذه كما رأينا. واحدة منهم أقوى، فيها تفاصيل أكثر، فيها ألوان أكثر. هذا الدليل أنه قسم الناس متقدم عن قسم آخر، كما هناك تقدم بالصبغة التي مستخدمة. الصبغة المستخدمة أيضا لها تأثير وهي تتطور عن التجربة. الأولى كانت أنا لي اتصال كثير بالأدوات المستخدمة بالإنسان القديم. أنا عملت بالآثار بدمشق 4 سنوات، فالقطع الأثرية الجديدة مثلا المحافر المقاشط النشوة في شو بتبقى سنتيمتر ومحفورة، هو من حجر بازلت قاسي جدا ومحفورة وهي شفرة ممكن هلا نحلق فيها نحن لهالدرجة. أنا لو كنت جبت لكم بعضها لأنه طريقة صناعتهم كانت تختلف عن طريقة صناعتنا الجديدة. كان يعدوا الصناع على تلة ويساووا آلاف بالأرض اللي بده بيجي بآخر، لدرجة أنه الآن إذا ذهبت أنت إلى مثلاً برعة في منطقة بتروح لها بالأرض، أخذني مدير الآثار طبعاً يمكن 3 سنوات خذ بالأرض ما بدك كميات هائلة، فكانوا يصنعوا بدون تعداد مثل الصين حالياً يعني. صنع والله بيفرجوا عني طبعاً مجاني لأنه هدول متخصصين فأكلهم بيجيلهم أكيد يعني معنا خلاص. شكرا على المحاضرة الجميلة.
طبعا الاحجار والحجر بالذات من عمره من عمر الارض، وجاء الانسان جديد عليها. فهل من دراسه تاريخ الاحجار هناك في تاريخ للانسان او نظريه عامه من بدايه تفاعل الانسان مع هذا الحجر، سواء بالتماثيل او بالكتابه او بالرسم، بحيث ان هي كنظريه تقول والله عمر الانسان كذا وفي من الشواهد كذا، يعني هل هناك فكره متكامله او نظريه في هذا اللي هي بتادي من تاريخ عمر الانسان وعلاقته مع الحجر؟ عمر الانسان بالذات يرجع عاده الى الكربون المشع، فبياخذوا عمره من الكربون المشع وعنده دقه بحوالي 40 سنه اختلاف. الكربون المشع هو المستخدم حاليا، في طرق ثانيه لكنه هو المعول عليه. اما ربطه مع الحجر فكمان هناك اثباتات على الشكل الثاني، انسان الجمع والصيد لم يستخدم الحجر، استخدم عروق النباتات واخشاب الادبي، ادوات بسيطه. حتى الصيد كان عباره عن قطع من الشجره، عرق يدببه وهو راس الحربه. لما الانسان ترك الاشجار، تعرف انت الانسان القديم النظريه النسبيه، نظريه التطور بتقول انه كان قرد. الحقيقه جينيا ما في رابط قطعي، ما في رابط ما بين القرد وبني ادم، لا يوجد رابط. حتى انواع الانسان، انسان نيندرتال، انسان الحالي، لا يوجد رابط بالجينات، مستقلة تماما. وفي فلسطين بالذات هي مناطق كثيرة كان هناك نوعين من البشر، البشر الحالي والنيندرتال، عايشين إلى جانب بعضهم البعض، وكلاهما ترك آثار بنفس الوقت، لكن لم يجدوا أي اتصال جنسي لم نعرف، لكن ما في نتيجة لتزاوج ما بين الطرفين، لا يوجد إخصام. إنسان مستقل تماما عن إنسان. فربط الحجر فيه هو بعد ما ترك الشجر ونزل بدأت ظهور الرسوم، وبدأت ظهور الأدوات الحجرية. أدوات الحجرية قبل 200 ألف كانت نادرة جدا، في بس أشولية غليظة وبدائية جدا. وده بالتأكيد من نظرية الكربون ولا؟ لا كمان كربون. حوالي 200 ألف. على الحجر ما بيشتغل الكربون، بيشتغل على نسج حيوية. لا العمر الإنسان سواء من نظرية التفاعل. طبعا أثبت من يعني في مثلا بقول لك على مثال طريف، بالخمسينات بسويسرا اجت موجة شوب كبيرة، حر كبيرة، فبعض اللي عم يتسلقوا لقوا واحد ميت، اتصلوا بالبوليس، اجى البوليس اخذوا على المستشفى، في عندهم مفقودين، قال يمكن هذا يكون فلان. في المستشفى بحثوا بالميت اللي عنده الجثه، وجدوها مختلفه تماما، كمان مختلفه، مختلفه تماما. فجابوا خبراء من هذا، قالوا هذا انسان قديم، هذا انسان قديم وانسان جديد وحديث. فكلفوا صديق لنا بتعرفه سايكس. 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 فدرسوا دراسة كبيرة جدا. الجثة عمرها 7000 سنة. تم قتلها
بمنطقة كان هناك ضيعة. تفسير القتل قد يكون تعرفوا أنتم حتى ما في الفنادق، كان اللي يأتي من مكان يسافر من مكان لمكان يستضيف حدا سواء لقاء منفعة أو لقاء مثل بنات لوط لما جاء موسى أعتقد فخدم سنة لقاء سكنه وزواجه. فهالشخص هذا يبدو غير مرغوب فيه فقتل، وفي المكان الذي قتل فيه لا الثلج وغمره السنوات الطويلة. درسوا لدرجة أنه خدوا من معدته شو آكل آخر وجبة، كان آكل بعض اللحم ونباتات، طبعا نعرفت شو هي النباتات، يعني في دقة صارت متزايدة وما يزال الطريق بأوله. في أيضا الرسومات عدم التناسب بالأجزاء، إنه وجهة نظر يريد أن يوصلها الرأس، مثلا تماثيل الأم المرأة تبدو كأنما أخذت من وجهة نظر امرأة تنظر إلى نفسها من الأعلى، صحيح؟ ما هي إلهة، فهي إذن كأنما مقصودة هي إلهة. يعني الإله، يعني المهم من عمل هذه الرسومات ولماذا هذه التناسب اللي يختلف عن ما تراه العين عادة، يعني يريد إيصال مسج بها. يعني في المغزى من ذلك يخيل إلي بأن هناك يعني عاشت حضارات متفاوتة، يعني لم يكن الإنسان على الأطلاق في كل مكان إنه كان عايش في الكهوف وبعدين تطور، كانت هناك حضارات متقدمة وكان هناك كهوف في نفس الوقت، بدليل مثل ما قلت أنت هناك الكثير من الأدوات للرسم وللنحت، يعني اللي هي مصنوعة من الفخار ولكن على دقة شديدة بحيث إنه لا يمكن أن يصنعها إلا مقص أشبه بالليزر، ومن نفس الوقت تستعمل من سكان الكهوف، فلم يكن كل البشر سكان كهوف ولكن كانت هناك تفاوت، فكأنما من رسمها مخلوق يعني مستغرب من بعض الظواهر التي لم يجد لها تفسيرا فنسبها. لذلك المخلوقات الضخمة برؤوس الحيوانات لماذا تفسرها؟ وموجودة في كل الحضارات، الثور المجنح وأبو الهول، هذه ليست تفسيرها مجرد أنه هو يريد أن يعمل فن الفن للفن، وإنما هناك أشياء يندهش لها البعض أو البعض يريد أن يوصل رسالة. فمرت على الأرض الكثير، يعني حتى بنو آدم اللي هم أنا أعتبر أنه يعني آدم ليس أول إنسان على الأرض ولكن هو مرحلة تطور من الإنسان، بنو آدم لم يعيشوا في الكهوف، يعني عاشوا في جنة، الجنة أنه لابد أن تكون متكاثفة الأشجار، وطبعا هي جنة في الأرض، يعني لأن الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، لا يمكن أن يقول في الأرض خليفة السماء، فإذا هي جنة على الأرض، والجنة في القرآن هي الشيء المخفي لي، يعني ذكرت في كثير من الآيات القرآنية بما يعني ليست جنة الخلد وإنما هي المكان المتكاثف للأشجار. فبنو آدم لم يعيشوا في الكهوف، كانوا في جنة، وحتى عندما تركوا الجنة يعني كان عندهم نوع من العلوم الروحانية التي يعني لم تؤدي بهم إلى هذه الحياة البدائية اللي هي أشبه بالحيوان عايش في الكهف ويعاني من مستوى متدني من النظافة وأشبه بالحيوان. فالعلوم التي عند بني آدم خلت الحياة عندها متطورة أكثر. في نفس الوقت كانت هناك حضارات أخرى ربما أنساب ليست لبني آدم، نوع آخر من البشر. لا يمكن أن يكون الإنسان أسود من أفريقيا ويذهب إلى الشمال ويفقد لونه حتى لو عاش ملايين السنين، بدليل أن الأسكيمو في الثلج هم سمر.
لم يفقدوا لونهم. فإذا هذا جنس آخر. بالدراسات الجينية جنس آخر. 7000 سنة فقد لونه في عضو. لا يمكن يعني كيف يعني نشوف إنه سكان أستراليا سمر. الأسكيمو اللي هم عايشين بالثلج سمر، لماذا لم يفقدوا لونهم؟ كأنما سكان الأرض اللي هم آدم يعني من قديم الأرض هم السمر، وإنما الجنس الفئر الأشقر كأنما جنس دخيل على الأرض، لذلك محصور كان محصورا في الجبال، ومن هذا لهذا السبب يقال إنه الجنس الأبيض هو القوقازي. يعني لماذا القوقازي بالذات؟ إنه كان في هذه الجبال القوقاز كان لا يجرؤ على الخروج ثم انتشر إلى أوروبا، فهو جنس مختلف تماما عن الجنس الأسمر والأسود الذي يسكن باقي الأرض. لا يمكن أن يكون نفس الجنس تطور كان أسودا فتطور أصبح أشقر. علميا لا يوجد فرق جيني بكل أنواع البشر الحالية. لا يوجد فرق لكن اللون يعني. أما قضية الانتقال أعطيك مثال بسيط. الأقزام في أفريقيا انتقلوا مع هجرة السوم، ونجد أحجامهم في اليابان في إندونيسيا ومناطق هي اللي كل القصار القامة في آسيا على السواحل الآسيوية لأن الانتقال تم عندهم. كل هؤلاء التي تريهم من آسيا قصار القامة هي بقية آثار أقزام أفريقيا. بالنسبة للإنسان كيف تطور؟ انتقاله من حالة جمع الصيد إلى الحالة المستقرة لم تأخذ سنة وسنتين ولا ألف ولا ألفين. مثال بسيط لك على الزراعة، زراعة بدأت 10,000 قبل الميلاد وصلت لأوروبا 6,000 قبل الميلاد، وصلت لأمريكا 4,000 قبل الميلاد. فتصوري قديش كان فترة زمنية عم تاخذ. مع انه لو اخذنا نحن بعين الاعتبار التقدم الزمني فهو اولا عدد السكان بدك تاخذيه بعين الاعتبار. الانسان عم يتكاثر من 200,000 سنة ما كان عدد الانسان حول الارض كلها اقل من مليون. هيك يعني تقديرات. كل الكرة الأرضية. نعم هو التركيز على الفرق في اللون بين الانسان. ومن اياته اختلاف الوان والسنتكم. إذن المسألة مو إنه تطور كان أسوداً فتطور أصبح، هذا يعني اللون مختلف، الجنس مختلف. المتداولة أن الإنسان فقد لونه بعد 7,000 سنة. يعني هذه الأسكيمو الواحد هم يفندون هذه النظرية لأنهم مسلمون. لا تنسي الأسكيمو من عزلين. إذن لماذا يفقد اللون لمجرد أنه يذهب من منطقة حارة إلى منطقة باردة يفقد اللون في حين أن الآخرين لم يفقدوا لون؟ كم سنة؟ بغض النظر يعني هذا 20,000 عام. يعني مجرد أنه يعيش في منطقة باردة أنه يفقد اللون يعني غير مبرر. طيب سؤال، كيف مايكل جونسون فقد لونه؟ ما هو نفس الشيء، هذا اللي نقوله بالضبط انت، يعني هي نفسها اللي تركونا ياما نخش على الحجر واحنا ما نعرف مستوى التطور اللي كان. يعني الان حضارتنا لو اجى كارثه واثناها ما اللي يجي بعدنا ما راح يقول انه احنا عندنا ورق او عندنا كمبيوتر او عندنا ديسك او عندنا ميموري، يعني هذه كلها راح تروح، يبقى الحجر فقط. فإذا احنا ربما تكون الحضارات الأخرى عندهم كل هذه الأشياء ولكنها اضمحلت، فقط الحجر وغيره. فالمسألة مثلا في السومرية لما يقول أنا نوكي أنا نقي، تعرف هذه أنانا وأنا نوكي الإله، فهو اللي تقوله أنت. فهم ربما في ذاك الزمن عندهم أيضا اللي يلعبون بالجينات، يعني بحيث أنه الجين النقي والجين المهجن، فهم كانوا يستعملون حسب هي نفسها أساطير السومرية كانوا يستعملون العمال السود من أفريقيا، فهم جنس الآلهة يعتبرون نفسهم لأنهم بيض، والآخرين يسمون لولو. لحد الآن الجرو الصغير يسمون لولو كأنما مثل الخادم أو التابع.
فموجودة هذه ذاكرينها أن هناك جنس نقي وهناك جنس مهجن وهناك جنس خادم، أجناس مختلفة. بالتأكيد يختلف جزئياً مع الأخت الكريمة. مثال على السؤال، أنا أقل من 50 سنة في هذا البلد، كشفت لوني كشف يعني من عزو أخواني قلت له كاش. فكيف على السنين العشرات الآلاف من السنين الإنسان بيتطور كثير، ما بنقدر نقول نحن إنه حيطلع نوع ثاني من البشر، هذا عند الله عند ربي، إلا إذا صارت كارثة مثل ما عم تقولي. لكن أعطيك مثال كيف تطورت الإنسان، صار مثل ما قلت فيه ناس أحسن من الناس. عندما ترك جمع والصيد، جمع الغذاء والصيد، وبدأت الزراعة، كان أول عملية زرع قطعة من الأرض. الزراعة تقتضي أن يكون قريب لها، فهن عائلة عادة قدامة مثل ما قلت، يمشوا عائلة أكثر من 20، ما في تجمع أكثر من 20 شخص قطعا يعني حسب الآثار الموجودة. فكبرت العائلة مثل عائلتك، عائلتي، عائلتك، عائلة كل واحد 50 سنة، وانت هلا أخذوا أراضي أوسع، تجمعوا العائلة، سكنت أخوه سكن جنبه، أخته سكنت جنبه، صارت ضيعة صغيرة. هاي اللي بسموها القرى الأولية. القرى الأولية أصبحت متميزة عن الناس الثانيين اللي ما زالوا في تجمع الغذاء والصيد، صار في تمييز. بنفس الضيعة الصغيرة هي، في ناس شاطرين بالزراعة، في ناس شاطرين بالصيد، في ناس بالرعاية، يعني الأمور تفرز نفسها. إنسان عم يشتغل بالجامعة وعم يدرس، مو مثل اللي مسكين ترك من أو ما درس نهائي. هناك فرق لابد منه، والفرق ينعكس على إنتاجه. يعني بالتأكيد الظروف الاجتماعية تستدعي فروقا في المعيشة، ولكن احنا على اختلاف الألوان بين الناس، وتلاحظ انه دائما يعني الموضوع كان أحجار لها تاريخ، في أحجار في نيوزيلندا اسمها مايروكي على شكل قبب، ما يعرفون أيضا الغاية منها، ولكن ربما هذه اللي كانت نوع من الكبسولات اللي هي يعني تعمل مثل تجدد الخلايا. طبعا البحث طويل فيها، بس المهم في هذه دائما ترجع الى اللفظة العربية ماء راق، ماء راق يعني ماء رقراق اللي هو ماء صافي. حتى كلمة مان بالإنجليزي يقال إنه جاي من ماء، إنه خلق من ماء. أمريكا أيضا ماء راق اللي هي مايوركا، جزر مايوركا وأمريكا ومايوراكي وحتى العراق، كلها هي أسماء من جذر العربي تدل على أنه جنس نقي، عن أناس يقولون عن أنفسهم أنهم جنس نقي. ومثل ما أنت تعرف بالتأكيد اللي هي أنا ناكي أنا نقي، فهذه موجودة في كل العالم، حتى في اللغة القديمة اللي الآن يستعملونها الصابية في العراق، المايوركا أو أمريكا هي نجمة الصباح، فهم يربطوها بالكوكب فينوس، إن هؤلاء الذين هم من جنس يعني مثل ما نقول الآن الجنس الصافي، العرق الصافي اللي هم جاءوا معنا من نجم المورنينج ستار اللي هي من كوكب فينوس. فهذه منتشرة التسميات في العالم كله،
يدل على انه البشر ما كانوا من جنس واحد، او على الاقل هم يعتبرون نفسهم مو جنس واحد، وانما كان هناك جنس اللي يسمونه النورديك اللي هو الاشقر، وهناك الجنس الادم اللي هو من اديم الارض الاسمر، اضافه الى الزنوج. علميا يعني البشر ممكن تتغير، بس الشعر كيف يتغير يصير اصفر؟ علمياً. يعني صار قاطعين الزرق لما علميا اللون الاسود وجد دفاع عن الجسم من حراره افريقيا، هكذا علميا. فامريكا سميت على اسم مكتشفها، يعني هذه الروايه اللي على اسم مكتشفها يعني. ف الفرق بين الناس موجود دائما، والفرق مثل ما بيقول جان جاك روسو، أصل التفاوت بين الناس حينما قام رجل بإحاطة أرض وقال هذه لي، فأصبح هو المالك، ما حدا بده يمسها. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، الإنسان لم يتغير، الإنسان الحالي مثل القديم، في عبيد، في خدم، في لم يتبدل. ولم يتبدل الإنسان إنسان. أي سؤال ثاني مع حضراتكم؟ نشكر الدكتور.